ركعتي التي تسمى بركعتي الإشراق، نعم، يتسأل عنها كم ركعة وكذلك وقتها؟ الحمد لله، تصلي كما يتيسر لها وكما تستطيع وكما ترغب كذلك. فإن صلت ركعتين فعلى كل حال فهذه هي في الواقع تعتبر هي في الواقع مقابلة للنعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد في جسده وفي أمنه وفي استقراره وفي كل نعم من النعم. ولا شك أن هاتين الركعتين ذكر صلى الله عليه وسلم عنهما أنهما في مقابلة هذه النعم العظيمة. وإذا زادت عن الركعتين أربع ركعات، أو زادت عن أربع ركعات ست ركعات أو ثمان ركعات، يعني أعلى صلاة الضحى ثمان ركعات، فكل زيادة تأتي في الصلاة لها أجرها ولها فضلها والحمد لله. ونفس صلاة الضحى التي هي كذلك صلاة الإشراق من بعد طلوع الشمس بقيد رمح، يعني تقريبا ارتفاعها أو من طلوع الشمس إلى بدء إلى ذهاب وقت النهي قرابة يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة، وبعد ذلك ينفتح المجال نحو الصلاة فيصلي المصلي ما شاء الله له أن يصلي وأن يقرأ القرآن، والقرآن ليس له وقت نهي عن هذا، بل على كل حال يجوز اقرأ ما تيسر من القرآن في أي وقت من الأوقات والحمد لله. فإذا نقول للأخت جزاك الله خيرا، بعد صلاة بعد طلوع الشمس بقرابة ثلث ساعة أو نحو ذلك يبدأ وقت الإشراق أو وقت صلاة الضحى إلى أن تتوسط الشمس في السماء، يعني بمعنى يبدأ وقت النهي. فإذا وقت النهي انتهى وقت صلاة الضحى، ثم بعد ذلك جاء وقت الظهر. هي سألت قالت لو أطلت بعد الإشراق بساعة أو ساعة ونصف في القراءة وكذلك الذكر ما يضر أنها تصلي؟ أبدا، الصلاة من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى أن تتوسط الشمس في السماء، يعني قرابة أربع ساعات خمس ساعات، كل هذا وقت والحمد لله وقت الضحى.